تي وتي ان 1 عندهم اغاني هواي حلوه، بس خلينا نسالهم شنو الاغاني المفضله عندهم. انا لو سالوني حقول لهم اغنيتي المفضله هي مربيه. انا احب اغانيكم كلها والله، بس هاي الاغنيه كلش احبها. يلا خلي اشوفكم انتم يا اغنيه اللي تحبوها من اغانيكم. من اقرب الاغاني اللي احبها على قلبي، خاصه انا احب ستايل الروك كلش قريب على قلبي، فالاغنيه هي تتذكرين، اغنيه بدي اقول من الاغاني الحلوه. بالانجليزي عندنا اغنيه هولد اون اللي هو كلش اجريسيف روك، بس قريبه على قلبي لان كلماتها كلش قويه. يعني وشانت اكثر اثنين قريبين على ستايل الروك، نحب الروك بانز، فاغنيه تتذكرين بالعربي واغنيه هولد اون بالانجليزي من اكثر الاغاني القريبه علينا، واكيد وبدي اقول ايضا، وكل الاغاني بالنهايه نحبها وقريبه علينا. يعني الاغاني المفضله للفرقه، يعني كل واحد عنده اغنيه مفضله له. انا بالنسبه لي عندي اغنيتي المفضله هي تتذكرين، واكيد لغه العين جميله، بس يعني انه تتذكرين قريبه علينا ويمكن علي لانه هي ستايل روك عراقي اللي هو يمكن قليل ما شايفين احنا او ما سامعين روك عراقي، ولهذا اني احنا كلش نحبها، وهي موجوده يعني فيديو كليب ايضا، يعني يقدر الناس هم يشوفوها على اليوتيوب او على قناه لنا ايضا راح يشوفوها. زين هسه شلون، بس انا اسالكم انتوا غير تسالوني، مثلا سالوني ليش ايش معنى هاي الاغنيه اللي تحبيها انت اللي هي مربيه، انا حجاوبكم واقول لكم انا احب هاي الاغنيه لانه كلماتها كلش حلوه والتصوير بعد احلى، واكيد انتم المحلين. هذا هو. اوكي بس عندي سؤال، باي دوله تعتبر يو تي ان مشهوره، وليش بالتحديد بهاي الدوله؟ اكيد اكو سبب، خلينا نشوف شنو السبب. بيروت كانت انطلاقه لنا يعني مفيده جدا، لانه بيروت هي مركز الموسيقى بالوطن العربي من المراكز، يعني هي ومصر، وسهولة التسجيل ولقائك بكثير من الفنانين وعلاقاتنا الطيبة مع الفنانين سهلت الموضوع وخلتنا ننزل مجموعة من الأغاني اللي نجحت نجاح كبير، مثل لغة العين، مثل أول أغنية كانت جميلة بال 2007 وراها لغة العين بال 2008. دخلنا بأغنية جميلة، انطلقنا من بيروت، وكانت يعني حتى أتذكر في وقتها لما نزلت جميلة كانت أكل إعلانات بالشوارع على الخط السريع، أكثر يعني تقريبا 6-7 إعلانات كبار تشوفها بالشارع. يمكن لهذا كنا إحنا أكثر معروفين في لبنان، لكن أيضا إحنا يعني أغانينا حققت نجاح في كل الوطن العربي الحمد لله، يعني مو بس في لبنان، قدرنا نوصل إلى كل الوطن العربي وسوينا حفلات، وأيضا إحنا وصلنا إلى أوروبا، يعني بدليل أنه شاركنا في مهرجانات أيضا، وأهم المهرجانات كانت هي يوم السلام العالمي في جنيف. أنا هي مشهورة بلبنان مو بس أنتو. أوكي إن شاء الله يا رب تشتهرون بعد أكثر دول العالم كلها بقد ما هسه أنتو مشهورين ومعروفين. هسه حروح للتوب 10 وحنشوف يا أغنية اللي حصلت على المركز العاشر لهذا الأسبوع، هي أغنية رحمة رياض بوسة. أكيد رجعت لكم من بعد هالأغنية ورجعت ويا فرقة يو تي إن 1. هسه وصلت السؤال اللي كلش مهم وكل المعجبين مال فرقة يو تي إن 1 يريدون يعرفون جوابه، اللي هو شو وقت تجون لبغداد وتسوون حفلة أو تصورون فيديو كليب؟ ما أعرف شو وقت. بغداد لها معزة كبيرة قلبنا، لانه هي البلد اللي عشنا به بدايتنا وانطلقنا منه. نتمنى ان شاء الله الظروف تتحسن ونرجع نسوي حفله جماهيريه كبيره ببغداد، ويكون حضورها كل جمهورنا اللي نحبه واللي هو على صفحاتنا بالتواصل الاجتماعي هو اكثر جمهور يتابعنا من العراق، ونتمنى نتواصل وياهم في بغداد، بس ان شاء الله الظروف تتحسن. شو وقت راح نسوي حفله في بغداد؟ احنا يعني امنيتنا ودا نخطط لهذا الشيء، لكن يعني فكرنا انه احنا عندنا دا نحضر البوم جديد واغاني جديده، ففكرنا انه ننزل الاغاني الجديده حتى الناس تسمعها، يمكن يكون احلى بعد ما ننزل الاغاني ونروح نسوي حفله في بغداد، يعني ويجوز تاخذ لها شويه فتره طويله لحد ما نسوي الحفله، لكن احنا يعني نوعد الجمهور انه راح نكون متواجدين في بغداد وفي كل العراق مو بس بغداد، يعني نحاول انه نحيي حفلات ونكون متواجدين ويا جمهورنا اللي يحبنا في العراق. اخلد ان شاء الله تجون العراق وتصورون امير ومصطفى قالوا احنا راح نتكفل بكل شيء.
الشغلات اللي تخص التصوير اكيد، فنصيحه من عندي وافق لان تصويره ببلاش بعد شو تريدون. اوكي زين، هسه انا بدي اسالكم، انتم اول فرقه بالعراق لو اكو فرق قبلكم، وشو تحبون تقولون لجمهوركم، جمهور يو تي ان 1 اللي موجوده بالعراق؟ واكيد انتم عندكم رساله تريدون توصلوها لمعجبيكم. تفضلوا. يعني هي الفرق بالعراق من الخمسينات والستينات موجوده، ويعني كنا نسمع احنا انه اكو فرق وكانوا يغنون اغاني البيتلز وال يعني اغاني روك والآبا يعني الفرق اللي كانت متواجده بذاك الوقت. مو احنا الفرقه الوحيده، لكن يمكن احنا الفرقه الوحيده اللي قدرت توصل الى يعني مستوى شهره اكثر من غير فرق، لانه الحياه يعني اسلوب الفرقه وانتشارها كل الصعب، ويراد له شغل، يراد له حظ، يراد له يعني دائما واحد يبذل جهد حتى يوصل، واحنا يعني كان هذا حلمنا وقدرنا نستمر بالحلم وحققناه الحمد لله، وبعد احنا املنا انه نحقق يعني نجاحات اكبر، مو بس انه نوصل لهذا المستوى. اكو موجة جديدة بالوطن العربي هي الفرق الموسيقية، وهذا الشيء يسعدنا لانه نريد هذا الشيء يصير كل الشركات وكل التلفزيونات تعرف انه اكو خانة خاصة للفرق الموسيقية اللي هي تتعب اكثر اصلا من الفنان اللي وحده وتشتغل اكثر، فنتمنى هذا الشيء يزيد حتى بالعراق بالدول العربية يكون هناك فرق حتى تصير منافسة ايضا بطريقة احلى، وندعمهم احنا كل الفرق، يعني نتمنى نكون على علاقة طيبة بالجميع ونظل على تواصل ونسوي حفلات ومشاريع سوا بالمستقبل. هسه راح اخلي يو تي ان 1 شوي يرتاحون، وانا حروح للتوب 10 وحاشوف يا اغنية اللي يحصل على المركز.